طيب اكيد بنبقى محتاجين برضو نعرف بعض التفاصيل. معنا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير على حضرتك استاذه نهوان، وصباح الخير كمان على الاستاذ كريم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ويمكن ما اعرفش سمعتينا من شويه، احنا كنا بنتكلم عن طبعا يعني متحور ماكرون اسمه ايه؟ اوميكرون. اوميكرون ماكرون ده حد تاني. صباح الخير. اوميكرون والكوفيد وفكره السلسله المستمره، يعني احنا عايزين نعرف امتى يعني ممكن ان الواحد ان هو حتى برضو لما يجي له برد يميز، نعرف ان درجات الحراره الفتره اللي جايه برضو من حضرتك عشان نطمن، لان ادوار البرد الفتره اللي فاتت ما اعرفش حضرتك عندك معلومه كانت كتيره جدا والناس كانت مقلقه، هل ده المتحور الجديد ولا ده دور برد عادي ولا ده كوفيد؟ يعني خلينا نطمن الناس في يعني مع حضرتك برضو عن الطقس والفتره القادمه هيبقى شكلها ازاي. اتفضلي يا فندم. هو احنا من الخميس الماضي والى اليوم بنشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه مستمره معانا اليوم. وخلينا بس اقول ان احنا حاله عدم الاستقرار اللي بدات من الخميس كانت كميات الامطار بتختلف من يوم ليوم ومن منطقه لمنطقه، احنا امبارح كلنا شهدنا او شفنا سقوط الامطار اللي كانت متوسطه وغزيره على شمال الصعيد وتحديدا اسيوط والمنيا والسوهاج، كمان امطار الغردقه اللي كانت امطار مصاحبه بحبات البرد، وكمان الامطار في سيناء وادت سقوط الامطار والطبيعه الجبليه اللي كانت موجوده في سيناء طبعا تشكل بعض السيول. اليوم مستمرين طبعا في حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بس اكثر المناطق اللي اثر فيها هي طبعا المناطق الشماليه من البلاد زي المناطق المطله على البحر المتوسط، مطروح والاسكندريه، بورسعيد، رفح، العريش، ايضا البحيره وكفر الشيخ والدقهليه، دي كلها بتاثر اليوم بسقوط امطار متوسطه وكمان هتكون رعديه. طبعا الامطار بتسقط الان على محافظه مطروح. ايضا اليوم مع تقدم ساعات اليوم ان شاء الله متوقع في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من القاهره الكبرى وكمان طبعا مناطق من مدن القناه، لكن امطار القاهره الكبرى هي امطار خفيفه جدا مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. لكن حاله عدم الاستقرار اكثر المناطق متاثره بيها هي طبعا زي ما قلنا المناطق الشماليه من البلاد، السواحل الشماليه وبعض المناطق طبعا من الوجه البحري. ايضا كمان اليوم مستمرين او شفنا وجود الشبوره المائيه اللي كانت كثيفه على الطرق وادت لاغلاق بعض الطرق زي الطريق الصحراوي، طريق الاسكندريه الزراعي او الطريق الصحراوي ادت لاغلاق هذا الطريق. مستمر معانا الايام القادمه برضو وجود الشبوره المائيه واللي هتكون كثيفه خلال الايام القادمه. طقس اليوم خلال ساعات النهار كلنا متشائمين، هو مائل للبروده خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل بيكون شديد البروده. يعني متوقع ان حاله عدم الاستقرار دي تنتهي غدا ان شاء الله، هيكون من غدا هنبدا نشهد استقرار في الاحوال الجويه، هنبدا في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، هتنحصر فرص سقوط الامطار فقط على السواحل الشماليه ودي امطار احنا معتادين عليها دايما في فصل الشتاء. طيب كويس جدا، احنا على كل حال هنتابع مع حضرتك لان تحديدا كمان الاسبوع الجاي مفروض هيبقى فيه عوده بقى للتلاميذ للمدارس، فمهم جدا ان احنا برضو نطمن من حضرتك لان برضو في اهالي بيبقوا مقلقين انا اودي ولادي المدرسه ولا لا، هيبقى فيه طقس سيء ولا لا، فان شاء الله هنتابع معاكي برضو يا دكتور. شكرا ليكي جدا. شكرا.